مرة ثانية أهلا وسهلا بكل الأهلاوية اللي بتتابعنا في حلقة النهاردة من السادسة. قبل ما أدخل في الفقرة اللي جاية خليني بس أفكر حضراتكم بأن احنا طرحنا على حضراتكم سؤال رأيكم في التشكيل الأمثل للنادي الأهلي في مواجهة أمبي. والحقيقة من امبارح ابتدت الآراء الجماهير يعني تتبعت لنا على السوشيال ميديا، وزي ما قلت لحضراتكم من شوية في تقريبا شبه إجماع على حراسة المرمى وخط الدفاع وخط النص. يبقى خط الهجوم بالنسبة للأهلي يعني لسه الدنيا مش واضحة بشكل كبير جدا، منافسة بين كل اللعيبة الحقيقة اللي موجودين قدام، في تبديل وتوفيق. أنا بيتهيألي حتى أنه عند يعني كوتش ريني فايلر نفسه لسه لغاية النهاردة ما حسمش مين ممكن يبتدي المباراة، خصوصا في مكان رأس الحربة. الصداع المزمن يعني مروان بيروح وبيجي، أجاييه بيسجل بس مش مركزه، مش يعني تقدرش تقول انك تلعب بيه راس حربة صريح. بادجي ما قدمش اعتماده لغاية النهاردة بالنسبة للجمهور، وبالتالي الدنيا لسه يمكن تكون مش واضحة بشكل كبير. على كل الأحوال على الفيسبوك وعلى تويتر منتظرين آراء حضراتكم، ايه هو التشكيل الأمثل؟ وده سؤال هيكمل معانا لغاية آخر السيزن، وبناء أو بناء على اختيارات حضراتكم كل الجماهير الأهلوية كل ماتش هتختاروا تشكيل فيه هنثبت التشكيل عندنا، ومع كل ماتشات الأهلي في نهاية السيزن هنختار التشكيل الأمثل من وجهة نظر جمهور النادي الأهلي. بفكركم مرة تانية عشان تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وتجاوبوا على سؤال إيه هو التشكيل الأمثل بالنسبة للنادي الأهلي. نفكر حضراتكم بلحظة من لحظات المجد بالنسبة للمارد الأحمر، وهي الحقيقة كتير جدا، لكن زي النهاردة تحديدا يوم 5 أغسطس سنة 83 الأهلي الحقيقة حقق لقب كاس مصر بعد ما فاز على النادي المصري بهدف سجله المدفعجي في الوقت ده كابتن خالد جدلة، كان واحد من نجوم النادي الأهلي في المرحلة دي وفي المباراة دي بشكل أساسي. طبعا سجل هدف في الدقيقة 63 عشان يحصل النادي الأهلي على النسخة رقم 54 لمسابقة الكاس، وبالمناسبة اللقب ده كان أول لقب محلي يحققه النادي الأهلي تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري، واحد الحقيقة من أكبر الأسماء في عالم التدريب في مصر، ويمكن من أهم إنجازاته بالإضافة لعدد من البطولات اللي حققها مع الأهلي طبعا الوصول بمنتخب مصر لكأس العالم 90 والفوز ببطولة أمم أفريقيا سنة 98 في واحد من الإنجازات التاريخية. فاكر أنا البطولة دي كويس قوي، وكان كل الصحافة والإعلام والجمهور كله بيهاجم كابتن جوهري وبيهاجم اختياراته، ورغم كده الحقيقة منتخب قدم واحدة من أقوى البطولات وحصل على اللقب. اللقب ده بالنسبة للأهلي بطولة الكاس اللي اتحققت سنة 83 بيعتبر اللقب رقم 23 في تاريخه فيما يتعلق ببطولة الكاس تحديدا، منها مرتين كانوا مناصفة مع نادي الزمالك. نجوم كتير بقى شاركوا في المباراة دي، يعني افتكر من الجيل ده أسماء كبيرة جدا زي كابتن ثابت البطل رحمة الله عليه، كابتن حسام البدري، كابتن مصطفى يونس وبالمناسبة كان كابتن فريق في الماتش ده، ماهر همام، ربيع ياسين، خالد جدال اللي أحرز الهدف الفوز بالبطولة، كابتن مجدي عبد الغني، طاهر أبو زيد، مصطفى عبده، كابتن بيبو، كابتن علاء ميهوب، ومعاهم كمان شارك مختار مختار وكابتن زكريا ناصف، وكان بالمناسبة الحكم أجنبي، وإحنا كنا لسه فاتحين ملف التحكيم امبارح مع حضراتكم. ميني كوتش جينو ده كان حكم المباراة، والمصري الحقيقة في التوقيت ده كانت فرقة تقيلة جدا وفيها عدد كبير جدا من النجوم، كابتن عادل عبد المنعم كان في حراسة المرمى، مصطفى أبو الدهب، علي المصري، علاء مرسي، الويشي، مجدي إمام، إينو، جمال جودة، وطارق نور، والحقيقة عدد كبير من النجوم. مباراة الحقيقة في ذاكرة الأهلاوية، يعني أعتقد كان ماتش مهم جدا ومباراة صعبة جدا، لكن الأهلي قدر أنه يحسم اللقب في النهاية لصالحه. الحقيقة يمكن لما نبص على الألقاب، وأنا دايما ببص على وبنفكر حضراتكم دايما بمجموعة الألقاب اللي قدر النادي الأهلي أنه يحصل عليها، احنا نتكلم على النادي الأكثر تتويجا على مستوى الكوكب على مستوى العالم، وبين الحقيقة الأندية المصرية والعالمية قدر النادي الأهلي أن هو يحفر اسمه بعدد كبير جدا من البطولات، سواء كانت بطولات محلية أو قارية أو إقليمية. الحقيقة يمكن زي ما قلت لحضراتكم عدد كبير من الألقاب، وصل عدد بطولات النادي الأهلي في مجملها لحوالي 136
بطولة اتحققت خلال 113 سنة هي عمر القلعة الحمراء اللي تأسست زي ما حضراتكم عارفين 1907. يعني الأفريج بتاعنا أو المتوسط بتاعنا أكتر من بطولة في كل سنة. النادي الأهلي توج ب 41 بطولة دوري، وتوج ببطولة كاس مصر 36 مرة، عنده 10 ألقاب سوبر محلي وسبع ألقاب لبطولة السلطان حسين، 16 لقب لدوري منطقة القاهرة، ولقب واحد لكاس الجمهورية العربية المتحدة. حضراتكم عارفين انه الجمهورية العربية المتحدة ما استمرتش طويلا، وبالتالي كان في لقب واحد حصل عليه النادي الأهلي في التوقيت ده. وعلى مدار تاريخه الطويل حقيقة جمع الأهلي بين البطولتين الدوري والكاس 14 مرة. أول مرة قدر الأهلي يجمع بين البطولتين كان في موسم 48-49، وأول موسم تقام فيه مسابقة الدوري وتوج بيه طبعا النادي الأهلي، ونجح كمان في أنه هو في نفس الوقت ده يفوز بلقب الكاس على حساب نادي الزمالك، وكان الزمالك في التوقيت ده اسمه نادي فاروق. الأهلي كسب الماتش ده 3-1 في الوقت الإضافي. أما التتويج الأخير بالدوري والكاس مع بعض كانوا في موسم 2016-2017، نجح الأهلي في أن هو يجمع بين البطولتين للمرة 14 في تاريخه، بعد ما فاز على النادي المصري برضو في الوقت الإضافي بسكور 2-1، كان طبعا ماتش نهائي كاس مصر. طيب خلينا بقى نروح واستعدادات. طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا قبل نهائي مصري مغربي، الأهلي هيلعب مع الوداد والزمالك هيلعب مع الرجاء. مباراة الذهاب هتكون في المغرب، مباراة الإياب هتكون في القاهرة، وزي ما حدد الاتحاد الأفريقي المواعيد بتاعتها. معانا الصحفي محمد فنكار من المغرب، صحفي الرياضي. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الخير كابتن أحمد سمير، ومساء الخير مشاهدي قناة الأهلي. أهلا وسهلا بيك معانا. بداية كده نعرف أجواء الاستعداد عندكم، إزاي بتبصوا لمباراتي قبل النهائي اللي هتجمع بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء البيضاوي؟ أكيد يعني المباريات تعد بأنها ستكون قوية، خاصة وأن نعرف قيمة الفرق المشاركة يعني في هذه في دور نصف النهائي. الزمالك والأهلي، ونخص بالذكر الأهلي بطبيعة الحال الفريق الأكثر تتويجا بهذا اللقب، والذي سعى في السنوات الأخيرة للتتويج بلقبه التاسع لاحتكار الكرة الأفريقية، لأن كما قلت الأهلي، وكما يعني سبق وأن ذكرت قبل قليل، بأن الأهلي أكثر فريق متوج بالكون، هذه العبارة التي استعملتها، ويحق للجماهير المصرية أيضا افتخار بأنه بأن يكون لمصر فريق الأهلي. بالعودة إلى مباريات نصف النهائي، فأعتقد بأن الفرق المغربية الآن تستعد بشكل عادي، بحكم أنه كثرة المباريات المؤجلة في البطولة الاحترافية تجعل بعض الشيء المباريات يستفيد منها اللاعبون بعد توقف تام لأكثر. أنتوا أستاذ محمد، أنتوا استأنفتوا الدوري، بطولة الدوري في المغرب تم استئنافها، وأعتقد أنه الوداد والرجاء لعبوا أوريدي ماتشات في الفترة الأخيرة. تماما. فريق الرجاء اليوم سيلعب مباراته الثالثة في ظرف أسبوعين، وفريق الوداد سيخوض المباراة الثانية يوم غد يعني ببركان أمام فريق يعرفه يعني الشعب المصري جيدا، هو فريق نهضة بركان. وأظن بأن هذه التنافسية والعودة إلى الملاعب تجعل نوعا ما الفرق المغربية مستعدة بشكل أكبر، خاصة وأن الفرق المصرية لحد الساعة تنتظر عودتها إلى الملاعب، لكن هذا بدون شك لن يغير من قيمة الفرق التاريخية، بحكم أن الأهلي والزمالك فريقان كبيران، وأظن بأن حتى الفرق المغربية تحاول هذه السنة أن تصل إلى النهائي، لما لا يكون نهائي مغربي صرف. هذا يعني لا يعني يمس بقيمة الفريقين المصريين. طب فيما يتعلق أستاذ محمد إلى فيما يتعلق بالمباراة نفسها، يعني لو اتكلمنا على مباراة الأهلي والوداد، هل إدارة الوداد حددت الميعاد الخاص بالمباراة؟ تم الاستقرار عليه؟ هل تم الاستقرار أيضا على الملعب اللي هيستضيف المباراة بشكل نهائي؟ هل في تفكير في حضور جماهيري ولو بأعداد بسيطة؟ وهل تم مخاطبة الاتحاد أو الجهات المسؤولة في المغرب عن استعدادات الوداد لاستضافة الأهلي؟ لحد الساعة لنكون واقعيين، الجميع الآن يفكر في
السير العام للبطولة الاحترافية، ولا حديث إلا عن البطولة الاحترافية في المغرب فقط. ليس هناك كما قلت أي ردود أفعال من قبل مجلس إدارة الوداد بخصوص هذه المباراة، لا يعني على صعيد الجماهير أو على صعيد الملعب المستضيف للمباراة، لكن التوجهات تؤكد بأن المباراة ستلعب على أرضية مركب محمد الخامس الشهير، ولن يكون فيها حضور جماهيري بحكم أن الفيروس فيروس كورونا يمنع لحد الساعة حضور الجماهير، وحتى الأرقام الكبيرة التي بدأت الآن تنتشر على الصعيد المغربي، فأظن بأنه لن يكون بمقدور الجماهير متابعة مباراة الأهلي المصري والوداد بمدينة الدار البيضاء، لأنه هذا كما قلت التوجه العام للجامعة وللاتحاد المغربي الذي قرر رسميا، وحتى الجهات المسؤولة يعني السلطات المحلية وحتى وزارة الداخلية ووزارة الصحة تمنع منعا باتا حضور الجماهير المغربية إلى أو في الملاعب الوطنية. أزمة كوفيد 19 أو فيروس كورونا إزاي ممكن تشوف أنها يعني تلقي بظلالها على مستويات وأداء فرقة الوداد في مباراتي قبل النهائي من وجهة نظرك؟ وهل من الممكن أنه امتداد الموسم أو طول الموسم السنة دي هيأثر حتى من الناحية التعاقدية؟ هل ممكن المباراة تشهد غياب مثلا بعض لاعبي الوداد عن مباراة قبل النهائي؟ بالنسبة يعني للتعاقدات، فالجامعة منحت يعني وقت كافي للفرق المغربية لإبرام تعاقداتها خلال هذا الصيف، لكن هناك مجموعة لنكون صريحين مجموعة من المشاكل بالنسبة للاعبين مع الفرق، بحكم أن يعني بعض اللاعبين في عقودهم يعني انتهت مع نهاية ولا ما تم يونيو الماضي، وهناك يعني الحديث عن هل سيتم تجديد اللاعبين ام سيتم التوجه الى الفيفا من اجل الحسم في هذه الامور، لكن اتوقع بانه الفرق يعني ستشارك او ستلعب مبارياتها بشكل عادي بغياب او بحضور لاعبيها الاساسيين، لانه على سبيل المثال اللاعب محمد النهيري الذي انتهى عقده ما تم يونيو الماضي لم يعد يدخل ضمن مفكرة الإسباني خوان كارلوس غاريدو، ولا يشارك لم يشارك حتى في المباراة الأولى، وحتى يوم غد لن يشارك في المباراة الثانية. غاريدو كان مدرب سابق للأهلي، هل بتشوف ان ده ممكن يكون ليه تأثير على مواجهة الأهلي مع الوداد؟ الفريق الأهلي يعني فريق كما قلت والعالم يعترف بذلك، فريق كبير له هوية كبيرة، له ثقافة كروية ليست محدودة، يعني لا ترتبط بمدرب ما أو بلاعب ما، لكن غاريدو نجح في هذه الخطة مع الوداد بعدما يعني لعب مباراة ربع النهائي أمام النجم الساحلي الذي كان يدربه أيضا، وعرف مفاتيح التأهل وفاز في الدار البيضاء بهدف 0، وعرف كيف يتأهل من ملعب رادس بخسارة بهدف واحد. الجماهير المغربية أكيد تمني النفس بتأهل الوداد وأيضا الرجاء، لكن الخصمين وخاصة الأهلي الذي يبحث عن التاسعة أظن أنه هذه السنة سينافس حتى يصل يعني الى البوديوم. مين لو طلبت منك بشكل مهني واحترافي يعني انك انت ترتب لي الانديه الاربعه اللي وصلوا للمربع الذهبي من حيث الفرص في الفوز بالبطوله، ممكن يكون الترتيب ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ هذا اعتقد بانه السؤال لن تكون فيه المهنيه على ما اعتقد، تغلب عليه العاطفه، لكن واقعيا اعتقد بان المسار الذي مر منه فريق الاهلي يؤهله شيئا ما الى انه يكون رقم واحد، الوداد رقم اثنان على ما اعتقد، يتليه الزمالك او يليه الزمالك المصري ثم الرجاء، وهذا لا يقلل من قيمه الانديه الاربعه، لانه اتكلم بالتاريخ، اتكلم بعدد المرات التي وصلت فيها الانديه يعني الى النهائي، راينا كيف يعني
ضاع اللقب من الأهلي في ثلاث مناسبات أو مناسبتين يعني صريحتين أمام الوداد وأمام تبقى في النهاية يا أستاذ محمد كلمة الفصل والكلمة الأخيرة داخل المستطيل الأخضر. بشكر ليك تواصلنا تواصلك معنا في السادسة مساء، بشكرك وبتمنى الحقيقة أنه النهائي يخرج بصورة مشرفة للكرة المصرية والمغربية والكرة العربية بشكل عام. نروح فقراتنا لسه مستمرة مع حضراتكم في السادسة، نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم سريعاً.